ازيكم؟ هم عاملين ايه؟ انا محمود نبيل وده فيديو جديد. الفيديو الجديد ده بقى يا صاحبي انا جاي اتكلم معاكو عن رايي في مواصفات وسعر الريلمي 8 5G. الموبايل ده اتعلن عنه امبارح واتعلن عنه من شركه ريلمي بسعر 4290 جنيه، ولو انت اشتريته من على لونه النهارده هتاخد خصم 200 جنيه عليه، يعني اقول كده بعد ما الموبايل ده ينزل محلات هيبقى ب 4000 جنيه. فانا جاي النهارده اقول لك رايي في الموبايل ده، هل هو يسوى ال 4000 جنيه دول ولا في بديل احسن ممكن تشتريه، وهل احنا هنستفاد بال 5G الموجود ده ولا ده اسم بس عشان يبقى الشركة عندها موبايل 5G في السوق المصري وخلاص. بس قبل ما نبدأ كده عاوزك تنسى تعمل لايك للفيديو ده، سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس، تابعنا على حسابنا على انستجرام وعلى فيسبوك وعلى تويتر، هتلاقي الرابط كلها في الديسكربشن تحت. وبس كده استكون طولت على في المقدمة دي، وخلينا ندخل معاكم موضوع الفيديو على طول ونبدأ معاكم بالتصميم بتاع الجهاز ده. مبدئيا كده يا صاحبي خلينا نتكلم معاكم عن الخامات المستخدمة، مش هتكلم معاكم عن الشكل لأن ده أذواقه بيختلف من شخص لشخص. خليني أقول لك هنا إن الخامات المستخدمة هنا كلها من البلاستيك، الإطار والفريم جاي من البلاستيك ومفيش فيه أي تطور في التصميم، هو تصميم عادي عشان كده مش عايز اطول فيه. وعلى فكره يعني عشان مبقصر الموبايل كل الموبايلات اللي في الفئه السعريه دي او معظمها جايب تصميم من البلاستيك. اما بالنسبه للشاشه فخليني اقول لك ان الشاشه المستخدمه هنا من نوع اي بي اس ال سي دي بجوده فول اتش دي بلس وبكثافه بكسلات 409 بكسل لكل انش وبحجم 6.6 انش. وخليني اقول لك ان الشاشه جايه بريفريش ريت 90 هرتز مش 120 ولا 60، لا جايه حاجه وسط كده، المهم ان هي جايه بريفريش ريت يعتبر عالي شويه، ودي تعتبر ميزه في الجهاز ده. ده بالنسبه للشاشه. خلينا اتكلم معاكم برضو عن حاجه مهمه في الجهاز ده، وهو المعالج بتاع الجهاز ده. المعالج اللي موجود في الجهاز ده هو ميديا تك الدايمنستي 700 5G مع معالج رسوميات مالي جي 57 ام سي 2، ومعالج الرسوميات ده يعتبر ضعيف شويه، اما بالنسبه للمعالج فهو يعتبر معالج كويس. كمان خليني اقول لك ان المعالج ده 5G وده النقطه الدعائيه اللي الشركه بتسوق للموبايل بيها اصلا. وكمان خليني اقول لك ان السعر اللي انا قلته في اول فيديو ده سعر النسخه 628، وخليني اقول لك برضو ان نوع الذاكره هنا من نوع يو اف اس 2.1. ده بالنسبه للمعالج والاداء وانا ما عنديش اي مشكله معاه برضو. خلينا بقى ننتقل معاكم للكاميرات بتاع الجهاز ده، وخلينا نبدا معاكم بالكاميرا الاماميه هنا اللي جايه بدقه 16 ميجا بكسل. اما بالنسبه للكاميرات الخلفيه فالجهاز هنا جايب كاميرا اساسيه بدقه 48 ميجا بكسل، وجايب بقيه الكاميرات اللي هي ملهاش لازمه، كاميرا 2 ميجا بكسل للزاويه الواسعه وكاميرا 2 ميجا بكسل للعزل. برضه خليني اقول لك ان الجهاز جاي فيه هنا ان اف سي، وجاي فيه مدخل 3.5 ملي، وجاي فيه بصمه في زرار الباور، وجاي ببطاريه 5000 ملي امبير، والبطاريه دي بتدعم شحن سريع او بتدعم شحن يعتبر عادي في الوقت الحالي اللي احنا فيه ده 18 واط. فدي كان المميزات او مواصفات الجهاز على السريع كده عشان تبقى عارف الجهاز ده مواصفاته ايه، علشان اما احكم على الجهاز او اقول لك رايي فيه تبقى انت عارف المواصفات الموجوده في الجهاز ده ايه. بص يا صاحبي خليني اقول لك ان الجهاز ده يعتبر نسخه من الريدمي نوت 10 5G، بس خليني اقول لك ان الريدمي نوت 10 زايد عنه شويه تفاصيل صغيره كده وقليل من سعره 600 جنيه، ده على اعتقاد ان الجهاز ده سعره 4300 جنيه مش هينزل ل 4000 جنيه زي ما انا متوقع. اما بالنسبه لو نزل ل 4000 جنيه فخليني اقول لك ان هيبقى في فرق بينهم 400 جنيه، وبرده هيبقى الريدمي نوت 10 5G احسن. بس خليني اقول لك ان انت لو واحد ما بتحبش واجهه شاومي فهات الموبايل ده، واحد بقى مش فارقه معاك الواجهه عاوز موبايل يكون كويس وكمان فيه مميزات تعتبر افضل شويه. بس خليني اقول لك ان الكاميرا الاماميه في الريدمي نوت 10 5G قليله عن الكاميرا الاماميه الموجوده في الجهاز ده، فلو مش فارق معاك هات الريدمي نوت 10 5G، وفر فلوس فارق معاك هات الريلمي 8 5G وزود ال 400 جنيه. وكمان خليني اقول لك ان انت هتاخد استقرار في الواجهه احسن بكتير من الاستقرار او من عدم الاستقرار اللي احنا بناخده في واجهه شاومي. فبس كده لك الراي ببساطه، حبيت اقول لك ممكن تشتري ده امتى وتشتري ده امتى، وبرده حبيت اقول لك ان الجهازين يعتبروا هم نفس الجهاز. فاش بقى تستنى لك الفيديو ده، سبسكرايب للقناه، فعل زر الجرس، تابعنا على حسابنا على انستجرام وعلى فيسبوك وعلى تويتر، الرابط كلها تحت الفيديو. وبس كده كل حاجه، كان معاكم محمود نبيل، اشوفكم في فيديو جاي كتير، يلا بيس.